كلمات الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة عبر محطة CNN وشعوره بالحزن لخرق السيادة اللبنانية بإدخال صهاريج حزب الله عبر المعابر غير الشرعية كانت بمثابة البيان الوزاري الحقيقي للحكومة، وبالتالي كانت الباب لاعتراض خليجي وسعودي غير معلن حتى الآن على حكومة ميقاتي، تمثل بمغادرة السفير السعودي لبيروت. الحكومة كانت نتاج اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظير الإيراني إبراهيم رئيسي، ما يعني أنه هي نتاج تسوية إيرانية فرنسية لا علاقة المملكة العربية السعودية فيها ولا تعنيها هذه التسوية. أما عن موضوع الصهاريج، فالمملكة تلتزم بسيادة لبنان وباستقرار لبنان وبالدولة في لبنان، ومجرد دخول قوافل الوقود الإيراني بهذه الطريقة عبر الحدود المفتوحة وليس المعابر الرسمية، فهذا الأمر يعني أن المملكة تعترض على هذه الأسلوب، وهذا يعني أن لبنان لا يزال مرتمي بالكامل في الحضن الإيراني، وهون المملكة تسجل موقفا باستدعاء السفير بخاري للتشاور. الخليج كان وعلى مر السنوات المدخل الأساس لإعادة إعمار لبنان وتحديدا السعودية، فهل يستطيع لبنان النهوض من دون السعودية؟ وهل هي مستعدة للمساعدة؟ لكن في شروط على لبنان، أن يطبقها أو أن يأخذ فيها علم. الأول، المملكة تريد أن تتعاطى مع لبنان من دولة إلى دولة وليس من دولة إلى شخص أو دولة إلى تيار أو دولة إلى حزب. بده يكون في دولة قائمة بلبنان، دولة تحترم نفسها، تحترم سيادتها، غير لا تشكل تهديدا للأمن العربي ولا للأمن القومي العربي. ساعتها هون المملكة تتعاطى معها. وزائدا في اتفاقيات بلغت أكثر من 20 اتفاقية بين المملكة ولبنان، امتنع حتى ساعة جانب اللبناني عن توقيعها، وهي اتفاقيات تعود بربح كبير إلى لبنان وله الحصة الأكبر فيها بالربح. يعني المملكة تريد أن تستثمر في لبنان تأخذ هي ربح ولبنان ربح، لكن حتى الآن لبنان لم يوقع هذه الاتفاقية. رقم اثنين، كمان بدنا نعرف أن لبنان ما فيكم مرتني بالحضن الإيراني ليسعى لطلب المساعدات السعودية. لبنان تماما مثل الطفل اليتيم، تبنته عائلة ثانية مختلفة عنه في كل التفاصيل، الماضي والحاضر والمستقبل.